فيديو جديد واخر مشتريات للشهر ده. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. الحاجات دي طبعا بسيطة جدا، ولكن هقول لكم انا هعمل بيها ايه تحديدا. جبت بكرة خيط كبري، تمام؟ طبعا انتوا خلاص بقيتوا عارفين الخيط ده هو سميك، بيجي 80 متر، تمام، صناعة في تركيا. ممكن تشتغليه بايدك بس انا بشتغله بالابرة، وهنعمل بيه الكلوك التاني للشتا دي، وسريع جدا وسهل قوي. احتمال نحتاج شوية كمان فوق البكرة دي، واحتمال ما نحتاجش. فانا اشتريت البكرة دي بشكل مبدئي يعني، وكمان جبت القطع دي، ودي علشان اعمل بيها الباج الامرايه بتاعتي دي. حسيت انه الجزء ده من فوق لو عملته بنفس الماتيريال هيكون بايخ شويه، فجبت دي. اولا تبقى ماتشنج مع الخرزات الضخمه، ثانيا هتدي منظر اعلى في الشكل، فاشتريتها عشان. وطبعا بالمره جبت دي لان بخطط اعمل شنطه تكون صفراء، فجبت ديت معاها. الكبيرة بتكون اغلى من الصغيرة شوية يعني، التفاصيل دي. الخيط ده كمان سعره عالي قوي 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 دلوقتي، والكيلو تقريبا وصل حوالي 370 جنيه، يعني واو. جبت كمان حلقات كيوت. على فكرة الحاجات اللي هي شكلها معتق ومشحم دي بتكون حلوة قوي 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 مع الخيوط اللي هي شبه كده، شايفين قد ايه بتبقى راقيه كده وشكلها حلو. وفي نفس الشنطه بتديني منظر ما بين القديم والجديد، يعني كانها هي خلاص بقت قديمه بسبب الحلقات، وهي في الوقت نفسه فاشن قوي وشكلها جديد، هتعرفوها ان شاء الله في وقتها. ولكن جبت الحلقات دي مع الفرام ده، تمام. طبعا ده فرام جاهز، والفرام ده مش زي ده يعني. هي فرام ماشي، بس الفرام ده بيتباع وبيركب خارجي، لكن الفرام ده بيكون داخلي، يعني بيركب والشنطة جسم الشنطة بيكون على الفرام ده تحديدا، وانا بفتح واقفل والفرام ده بيكون لجوه مش لبره، مش بيبان اصلا. وده هيكون تدريب مدفوع لوحده. باج هتكون شكلها فاشن قوي، واحتمال اعملها باتنين شكل على نفس الفرام، واحتمال ان هي تكون شكل واحد بس، لسه ما خططتش يعني تحديدا او استقريت، لان الماتيريال شوية مجنناني يعني. بدور على ماتيريال تخلي شكل القطعة واو، القطعة اللي هي التانية، القطعة دي خلاص كده اعتبر ضن. بدور على ماتيريال تخلي القطعة التانية شكلها حلو، منقوش، متينة، مش بتوبر، لان هستخدم خيوط عادية. فلسه بس دي هتكون تدريب. طبعا شكل الفريم ده غير ده تماما. وطبعا ليفل الوحش المشترياتنا الشتا دي، البكر ده ستوكات بينزل باحجام ضخمه قوي زي ما انتم شايفين كده. البكره دي مثلا فوق النص كيلو، تمام. هي بتتاخد بالوزن البكره دي. البكره دي طبعا درجات الازرق اللي هي البيزك شويه، اللي هي عاطيه على الجنسات زي ما انتم شايفين، بتيجي ضخمه قوي كده. والبكر ده بيجي يعني دي مثلا حوالي نص كيلو او اكتر شوية. طبعا هي بتتباع بالكيلو وهي بتتوزن، يعني هو ستوكات بيكون مثلا حوالي نمرة 2 3، بس هي زي ما انتم شايفين اهو. وهي على فكرة حلوة قوي، ناعمة. هعمل بيها حاجة قط كده رجالي، بس زي ما انتم شايفين الالوان، والالوان بتاعتها بتيجي حيادية قوي. يعني انا شفت اللون ده بس على غامق شوية درجات الجملي، وشفت اللون ده، وشفت الالوان الموف، شفت الوان صفراء، شفت الوان اللون الاخضر اللي هو الفيروزي، في منه الوان كتيره جدا. الخيط ده يعني فعليا هو حلو قوي، نسبه لانه الاسعار بتاع الخيوط غليت. انتوا عارفين بكرات السوبر لوكس مثلا بقت ب 40 جنيه وب 37 وارقام كده خياليه، فالبكر ده يعتبر بيوفر جدا. يعني جبت 2 هتخلصي بروجكت، او جبتي مثلا 4 أو 5 منه هتخلصي بطانيه. فهو حلو قوي، لو تقدري توفريه وفريه. وهو حبيت ان انتوا تعرفوا التفاصيل دي. ودي اخر مشتريات لشهر 12. سنة سعيدة إن شاء الله، نبدأ 2023 بتدريبات جديدة ومشتريات أجدد. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. متنسوش تتابعوني على الفيسبوك انستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.
طبعا اي حاجة بتشوفوها في فيديوهات المشتريات هي فعليا متوفرة للبيع، بس انا مش بنزلها على متجر الفيسبوك لان الاسعار بقت متغيرة جدا والحاجات دي بتخلص بسرعة قوي عشان بتبقى باسعار قديمة واسعار جديدة والتفاصيل المملة دي، فمش بنزلها على متجر الفيس نهائي، بتيجي سريعة وبتروح سريعة بس.